بقرعة بطولة غرب آسيا التي سحبت اليوم في الكويت، والتي من المقرر إقامتها من 28 ديسمبر القادم. نتيجة القرعة جاءت بوجود المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع إيران والبحرين واليمن. المجموعة الأولى تضم الكويت وعمان ولبنان وفلسطين، المجموعة الثالثة تضم العراق وسوريا والأردن. نظام البطولة ينص على تأهل بطل كل مجموعة وكذلك أفضل ثاني بين المجموعات ليتأهلوا إلى دور نصف النهائي. حسب الخبر أيضا أن مدير المنتخب تحت 22 سنة هو من حضر هذه القرعة، هذا يعني المنتخب وما هو من سيشارك في هذه البطولة. عموما نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب السعودي في ديسمبر. مجموعة صعبة أبو تركي؟ المجموعات بشكل عام يعني أعتقد أنها متقاربة، لكن منتخبنا السعودي ربما المواقف المنافسة الدائمة بينه وبين المنتخب الإيراني، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه بالنسبة للمجتمع الرياضي السعودي، من سيمثل المنتخب السعودي؟ أعتقد الأستاذ محمد المسعل أجاب، قال ما يمكن التحديد من الآن، لكن التوجه من خلال حضور مدير المنتخب الشاب أنه إن شاء الله مجموعة شابة تطعم بإذن الله بنجوم شباب أيضا في المنتخب الأول. عندك خبر من اللي بيشارك بالتأكيد؟ والله منتخب 22 أو هو أولمبي يعني الظاهر. التوجه حسب يعني معلوماتي أنه منتخب تحت 22، ولكن زي ما قال محمد المسحل سابق لوان يقول سيعلن ولكن بعد الاتفاق مع الجهاز الفني. اللي أنا بقوله أنه الآن محمد المسحل قبل أيام تقريبا قدم رسالة للمجتمع الرياضي أنه العمل بديت أجني ثمارة اللي هو التركيز على القاعدة، وخرجنا منتخب شاب ممتاز اللي فاز بالكأس الخليجي، فلذلك لا خوف على المنتخبات إن شاء الله السعودية. هو للأمانة يعني العمل المنتخبات حقيقة يبدو في تركيز على الفئات السنية بشكل مختلف في أكثر من منتخب. في بعض الناس ممكن يأخذونهم باب يعني ما ودي أقول سخرية، لكن يستغربون وجود هذا العدد الكبير ويقللون من أهمية هذه الأعداد. هل صحيح. تعتقد بأنه مفيد وجود هذا العدد الكبير جداً من المنتخبات؟ بالعكس، هو الأستاذ محمد مسعل جاء في فترة حساسة وجلب يعني جهاز تدريبي عالمي بدأ من القمة، وفي نفس الوقت لم يغفل، كان تركيزه يعني وعمله يعني قربي أنا من الاتحاد السعودي ومن اللجان كان عمل مركز على القطاعات السنية، وبالفعل نجح في أكثر من 4-5 منتخبات الآن يوجد عندنا مجموعة. المنتخب الأول طبعا في ضغوط معينة، لاعبين في مستويات متفاوتة، لا يمكن الحكم على عمل رجل يبدأ من البداية من الأساس، والمسحل الآن ومعاونه ومن معه بدأوا يجنون الثمار، ونتمنى إن شاء الله الكرة السعودية تعود عبر هذه الكوكبة الشابة. نعم، هذه المجموعة كابتن، هل من المفترض أن نتحدث عن فائدة فنية للمنتخب اللي سيشارك؟ هو لا يعني لا شك أنه يعني وجود المنتخب في هذه البطولة هو يعني أعتقد أنه تهيئة وتأهيل مجموعة من اللاعبين حتى يكون نواه وسند قوي للمنتخب الأول. إذا كان المشاركين تحت 22 سنة معناته أنه كان اعتقد اللي كان مجموعه اللي كانت مع الكابتن خالد القروني، اعتقد انها كانت هذه مجموعه اعتقد كان عندها استعداد عالي لمده تقريبا سنتين او سنه ونص. شفنا نتائجها في كاس العالم للشباب، تملك مجموعه والله الحمد يعني عندها القدره انها تكون يعني نواه حقيقيه للمنتخب الاول. نعم، هذه التوجه اعتقد انه اكثر من منتخب تحت 21 وتحت 22 سنة ومنتخب الشباب الآن بإذن الله إن شاء الله حتكون يعني إن شاء الله النتائج للمستقبل بإذن الله إن شاء الله ممتازة. هو بس اللي بأشير له أنه ما نبغى نوصل للمنتخبات، منتخب القروني، منتخب المدرب الأسباني، أتمنى هال40 أو 45 لاعب الموجودين الآن عشان نعرفهم، بس هو الكلام أنه نعرفهم صراحة مع كثرة المنتخبات صرنا نلخبط. أنه التأهيل في فترة من الفترات لمدة سنة ونص كان برنامج جدا ممتاز حقيقة، جنينا ثمارة في كأس العالم للشباب. الشباب صحيح. أنا أقول أتمنى إن شاء الله أن هالمجموعة هذه ما تندثر يعني وتكون هي النواة الحقيقية مع اللاعبين اللي انضموا في الأخير. صحيح. في ناس كثير يسألون عن المنتخب وين راح، لكن من سألنا قال إنه هو قاعد يحضر لمرحلة قادمة. منتخب الشباب اللي كان في المجموعة مع السيد الكابتن المدرب الإسباني حقيقة كان يعني جدا ممتاز، وجدنا عناصر رائعة، نتمنى أن تكون إن شاء الله إضافة للمنتخب تحت 22 سنة. أصل المسؤولية مين مسؤولية إدارة المنتخبات؟ المسؤولية يعني 50-50 الأندية والمنتخبات. اللاعبين طبعا هم جاءوا من الأندية، والأندية فعلا لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى قدمت المنتخبات، لكن المتابعة ورعاية النجوم
جلب مدربين على مستوى لرعايتهم واستمرارهم وصقلهم إلى الأفضل مسؤولية الأندية. المنتخبات عليها استثمار وجلب أيضا مدربين مناسبين.